يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة القناة الأولى من والفضاء المصرية. أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، ومعايا النهاردة زميلتي جمانة. صباح الخير عليك يا جمانة. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. بنبدأ معاكم يوم جديد وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. نبدأ معاكم كمان النهاردة 8 مارس، وده اليوم العالمي للمرأة. كل حد في حياتنا، يعني كل حد فيه في حياته ست يعني بيفتخر بيها. أكيد كلنا بنفتخر بأمهاتنا، كلنا بنفتخر بستات كتير جدا قابلناهم في حياتنا، نشوف ليهم قصص كتير جدا، قصص تحدي، قصص نجاح، قصص قدروا إن هم من خلالها إن هم يكونوا نموذج للقوة ونموذج للصبر ونموذج للنجاح. الست مش مجرد أم، مش مجرد أخت، مش مجرد يعني فقط مربية للأجيال، لا، الست يعني مربية للأجيال، الست بتربي نشأ، الست كمان تقدر إن هي تشتغل، تقدر تنجح، تقدر تكون دكتورة، مدرسة، حاجات كتير جدا جدا جدا. لو كلمنا عن إنجازات المرأة هنحتاج حلقات وحلقات. النهاردة في اليوم العالمي للمرأة نقول لكل سيدة كل سنة وانتي طيبة، كل سنة وانتي دايما قوية، كل سنة وانتي دايما ناجحة. لكن الحقيقة دايما كده زي ما كنت بكلم حضراتكم في البداية، بيبقى عندنا قصة عن سيدة تبقى دايما موجودة كده في ذاكرتنا، عن قصة نجاح أو قصة تحدي بعينها. قولوا لنا واحكوا لنا عن ست جدعة في حياتكم وتقولوا لها شكرا. بسنت، يعني في البداية خليني الأول أقول لك يا جمانة إن أنا مبسوطة إن الحلقة النهاردة نسائية جدا، يعني صحيح. إحنا بنحتفي النهاردة باليوم العالمي للمرأة، والحلقة النهاردة كلها بنحتفي مش بس المذيعات موجودين سيدات، لكن كمان معانا في خلال الحلقة نماذج كتيرة جدا من الستات الناجحة اللي في الحقيقة بيشرفونا. ودايما إحنا بنقعد نبص كده لأي ست ناجحة وأي ست قادرة إن هي تعمل إنجاز معين في حياتها، ونقعد نقول الله، يعني انت بطلة، ازاي قادرة تعملي ده؟ زي ما انت قلتي يا جمانة انه في كل يعني حد في حياتنا او كل واحد يعني ليه حد معين هو ده اللي شايفه زي قدوة وقصة نجاح. صحيح. في الحقيقة انا بشوف ان الستات بشكل عام نموذج المرأة العاملة اللي عندها بيت واولاد وعارفة يعني توفق ما بين ده كله، انا بالنسبة لي والله العظيم ده في حد ذاته ده لوحده إنجاز كبير جدا. أو الست اللي قاعدة في البيت ما بتعملش حاجة غير إن هي بتربي أولادها، لكن هي حريصة إن هم يطلعوا بشكل معين وبتحافظ عليهم وصحتهم النفسية وتعليمهم وتمارينهم وكل الحاجات دي، دي بالنسبة لي بطلة. الست اللي مهتمة بشغلها وما عندهاش أي حاجة تانية غير شغلها ومركزة فيه وناجحة جدا فيه وقادرة إن هي توصل لمناصب يمكن تحدد فيها ناس كتيرة جدا قالوا لها مش هتقدري تعملي ده عشان أنت ست، ده نموذج كمان ناجح جدا. الست اللي مختارة إن هي بتعملش لا ده ولا ده وتركز في دراسة وخلصت بكالوريوس، دخلت في ماجستير، دخلت في دكتوراه، قاعدة بتعمل ده عشان خاطر هي دي الحاجة اللي بسطاها ودي الحاجة اللي هي عايزة تعملها، دي كمان بطلة. أنا بالنسبة لي الست اللي قادرة تعمل أي حاجة في حياتها هي عايزة تعملها وتحدد بيها ناس قالوا لها أنت مش هتقدري توفقي ما بين بيتك والشغل، أو مش هتقدري توفقي ما بين شغلك والجيم مثلا، التحديات اللي ممكن بتمر بيها أي ست في حياتها اليومية دي في حد ذاتها إنجاز كبير جدا. أنا لو أتكلم عن نفسي، أنا طبعا مامتي، يعني انا عارفه الاجابه كل الناس هتبقى متوقعاها، لكن هي دي الحقيقه. هو كل ام في الدنيا بتعمل دور كبير جدا جدا في مجتمعنا، ليها دور كبير سواء كانت بتذاكر للاولاد في وقت ان هي المناهج كانت مختلفه عن مناهجها، فهي قاعده بتذاكر للاولاد صغيرين وتتعلم معاهم عشان تذاكر لهم تمارين، مشاوير، دروس، الحاجات دي كلها. انا بشوف انه اي ست قادره تعمل كل ده في نفس الوقت، غير طبعا الاكل والبيت والحاجات دي كلها، ده في حد ذاته انجاز كبير قوي. ويمكن انا بالنسبه لي حاجات صغيره دي انجاز كبير وبشوفهم بطلات. انت بقى؟ صحيح. بصي انا يمكن يعني طبعا زي ما انت اتكلمتي، انا يعني ماما برضو بالنسبه لي طبعا بطله، يمكن هي كمان
بتشتغل وعندها ولدين وبنت كمان اجيال مختلفه. انا اخواتي اكبر مني في فرق سن كبير وبنت كمان شقيه يعني ولدين اشقى فكان صعب جدا. ويمكن فعلا لو هتكلم عن اللي هي عملته والناس يعني اللي بتتابعنا هتبقى عارفه ان انا على طول بتكلم عليها. بس النهارده انا مش هتكلم على ماما بالقدر يعني اللي ممكن تكونوا متوقعينه مني، لكن هتكلم على واحده تحديدا انا فاكراها من وانا صغيره. ست كانت بتساعدنا في البيت اسمها سيده. سيده دي باسانت كانت انا فاكره كانت موجوده من وانا طفله رضيعه لغايه ما بقى عندي تقريبا مثلا 6 سنين وفاكراها لحد النهارده. سيده دي كانت ما اتجوزتش وما جوزتش طبعا، وهي قررت ان هي مش عايزه تتجوز وخلاص، وكبرت في السن كمان طبعا من الارياف فخلاص. فكانت موجوده معانا في البيت، اخوها كان اتجوز وخلف، كان عنده تقريبا ولدين وبنت برضو، وهي قررت ان هي هتربي الاولاد دول، كان مامتهم اتوفت فهي قررت ان هي هتربي الاولاد دول وهتساعد اخوها في تربيه اولاده. وبعدين بعد فتره اخوها كمان اتوفى، فقررت ان هي هتتكفل بالاطفال دي سبحان الله لغايه بقى ما يكبروا وتجوزهم وكل حاجه. المهم عدت سنين، فعلا الرجاله ما شاء الله اشتغلوا وربنا كرمهم وجوزت البنت. وبعد فتره انا فاكره اليوم اللي ابن اخوها جه خدها من عندنا في البيت وجه قال لنا، يعني متخيله انا كان عندي 6 سنين وفاكره الموقف ده لحد النهارده، فاكره ان كلنا في البيت كنا زعلانين، على قد ما احنا كنا مبسوطين ان هي شافت ثمره نجاحها قدامها، على قد ما احنا كنا زعلانين ان هي هتمشي وتسيبنا. قد ايه كانت حنينه وامينه وجدعه، ويعني ان انا افتكرها كل الوقت ده، فعايزه حضراتكم تتخيلوا معايا بس الست دي كانت عامله ازاي. نظرتها وهي بصاله وهي حتى مستكتره على نفسها ان انت تعبك وشقاك مش محتاجاه خليه لنفسك، انا قادره افضل موجوده في البيت معاهم. والله العظيم يا فسنت فعلا هي بصاله اللي هو انا مش محتاجه منك حاجه، انا مبسوطه بس ان انا شايفاك انت واخواتك نجحت وشفت تعبي معاك. عندها مشاعر امومه من غير ما تبقى ام حقيقيه سبحان الله. هي سعيده جدا بيه وفرحانه بيه، وفي نفس الوقت فرحانه انه ان هم حسوا بتعبها وحسوا باللي هي عملته عشانهم وحسوا انه لازم نرد الجميل. جه فعلا خدها من عندنا من اليوم ده وراحت عاشت، وقال انا فاكره وهو جاي ياخدها من عندنا قال انا عارف ان انت كان نفسك تحجي، واول حاجه هنعملها اول ما هنطلع من البيت ده هوديكي تحجي. وفعلا وداها تحج، وفضلت بقى سيده عايشه معاهم، فضلنا نسال عليها الفتره وتوفت سيده. لحد النهارده انا فاكره اليوم ده وفاكره الست دي وفاكره قد ايه تعبت. هنقيس بقى على سيده دي، ستات كتير طبعا قوي. في كتير قوي قوي كام كتير. يعني اكم من مراه معيله، قد ايه ستات بتسند فعلا اسرتها، قد ايه ستات بتشتغل، وللاسف يمكن حتى مش حاسين ان هم بيعملوا حاجه، هم حاسين ان ده واجبهم وحاسين ان ده عادي وبيعملوه بسعاده وبيعملوه بانبساط، وبالعكس شايفين ان طول الوقت هم عايزين يخلوا ولادهم في احسن حاله حقيقي. عايزين يعلموا ولادهم يطلعوهم احسن حاجه في الدنيا. ستات كتير قوي لو مشيت في الشارع كده وبصيت على وش كل ست بتقابلها في الشارع هتعرف والله العظيم، هتحس ان انت بترسم قصصهم في مخيلتك، هتبقى عارف ومدرك كم التعب والمجهود اللي هم بيعملوه. ناهيك بقى عن امهات الشهداء اللي يمكن مش بس بيضحوا بابن، لا بيضحوا بابن وباثنين، امهات ذوي الهمم اللي بيفضلوا في ظهر ولادهم وبيفضلوا يدعموهم طول الوقت. يمكن تحديات كتير جدا، قصص النجاح مش بس مقتصره على الستات اللي حققت او المراه اللي حققت انجازات ان كان في شغلها او في دراستها او او او، كفاية السيدة اللي بتقدر تكون موجودة في ظهر أولادها في ظهر بيتها بتحميهم بتطلعهم أشخاص في المقام الأول أسوياء نفسيا. بس أنتوا دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، دي أهم حاجة فعلا. النهاردة إحنا بنحتفل باليوم العالمي للمرأة رقم 112، وفي خلال حلقتنا النهاردة هنشوف نماذج كتيرة جدا لسيدات حققوا إنجازات كبيرة جدا زي ما قالت جمانة، مش بس في الشغل أو في الدراسة أو أو أو، لكن في الحياة العامة إزاي قدروا إن هم يربوا أجيال وإزاي إن هم قدروا يحققوا حاجات يمكن غيرهم تحدوهم إن هم ممكن ما يعملوش ده. في اليوم العالمي للمرأة احكي لنا عن ست جدعة في حياتك وقول لها شكرا، ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها النهارده في خلال الحلقه. واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، بنصبح عليكم.